السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي غادي ديرها لنا الاخت ديالي ان شاء الله، وهي الحرشه في المقلاه. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه ديالها اللي كتستعملها باش توجد لنا هاد الحرشه هذه، واللي كتحتاج فيها نص كاس ديال الزيت كيف ما كتشوفوا معنا. بعد ما درت السميده في هاد الاناء هذا، غادي دير من فوقه كيف ما كتشوفوا الزيت، وغادي تخلطهم مزيان حتى يتجانسوا مع بعضياتهم على هاد الطريقه هادي. راه طريقه سهله وكتجي طيب، كتوجد يعني هاد الحرشه وكتجي بنينه في المذاق. بعد ما تجانسات ديك الزيت مع السميد كيف ما كتشوفوا، دابا غادي دير شويه ديال الزبده، غير قليله، ما نكثروش يا البنات باش ما تجيناش مزيته الحرشه. كيف ما كتشوفوا راه غادي تخلطها مزيان ديك الزبده مع السميد والزيت حتى يتجانسوا مزيان كيف ما كتشوفوا. ودابا يا البنات، بعد ما تجانسوا دوك العناصر، دابا غادي نديروا شويه ديال الملحه كيف ما كتشوفوا، غير شويه، ونعاودوا عاوتاني نخلطوهم مزيان حتى يتجانسوا مع بعضياتهم. وما نساوش يا البنات حتى شويه ديال السكر، غير قليل باش يعطينا غير اللون كيف ما كتشوفوا، غير شويه، نص معلقه صغيره ديال السكر وشويه ديال الملحه، وعاوتاني نخلطوهم مزيان كيف ما كتشوفوا معنا. دابا يا البنات غادي نستمروا هكا، ومن بعد نديروا من فوق ديك السميده واحد البيضه كيف ما كتشوفوا معنا، غير وحده، يعني الا بغيتوا تضاعفوا المقادير يعني تزيدوا السميد وتزيدوا حتى البيض. ونحاولوا نخلطوا هاد البيضه غير هكا بيدينا، نطربوها مزيان، عاد نديروها مع السميده حتى يتجانسوا مزيان مع بعضياتهم على هذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. كتستمر هكا اختي كتطرب ديك البيضه مع السميد. وغادي دير دابا واحد الكاس ديال الحليب. هاد الحرشه هذه راه كتدي جوج كيسان ديال الحليب يا البنات، هذا الاولاني. غادي تبقاو ديروا الحليب غير بشويه بشويه، وحنايا كنخلطوا السميد مزيان حتى يتجانس مع داك الحليب كيف ما كتشوفوا. راه الحليب غير شويه بشويه حتى كتسالي داك يعني الكميه داك الكاس كيف ما كتشوفوا. وغادي تخلطهم مزيان، ومن بعد غادي تزيد حتى يتجانسوا مزيان، عاد غادي تزيد من فوق الكاس الثاني كيف ما كتشوفوا. هتخلطهم هكا مزيان مع بعضياتهم حيت السميد كيف ما كنعرفوا كاملين كيشرب، يعني غادي يشرب كاع داك الحليب كيف ما كتشوفوا. ونستمروا هكا يا البنات، كتخلط مزيان داك الحليب حتى تسالي الكميه اللي عندها كلها، وغتبقى هكا كتطربوا بين يديها مع داك السميده هكا حتى كيتجانسوا مزيان كيف ما كتشوفوا معنا. بعد ما تحصلت على الخليط كيف ما كتشوفوا، دابا غادي دير واحد الزام من الفوق كيف ما كتشوفوا معنا. راه سهله يا البنات وما كديش بزاف ديال الوقت، ودغيا كتوجد. كيف ما كتشوفوا راه خلطت مزيان ديك الزام مع السميده والحليب حتى تجانسوا، ودابت مزيان ديك الالزا كيف ما كتشوفوا. خصها تطر مزيان حتى نتحصلوا على هذا الخليط هذا، يجي شويه جاريه يا البنات. وبعد ما تحصلنا على هذا القوام هذا، دابا غادي ندوزو للمرحله اللي يعني اللي موراها. دابا
راه غادي نديرو ندهنو الزيت المقله كيف ما كتشوفوا على هذه الطريقه، غير بشويه ديال الزيت غير قليل البنات ما نكتروش، يعني غادي نديرو شويه كيف ما كدير هي دابا كيف ما كتشوفوا. غير دهنت المقله كلها بالزيت ولكن غير قليله باش ما تجيناش الحرشه مزيته، ودابا راه كدير من فوقها شويه ديال السميد باش يشرب ديك الزيت وما تلصق ليناش عاوتاني الحرشه في يعني في المقله هكا. ضروري تكون المقله ما كتلصقش يا البنات باش تجينا الحرشه في الشكل ديالها مزيان وتخرج لينا زوينه. المهم بعد ما دهنت المقله بالزيت وشوي ودردرت عليه شويه ديال السميده، دابا غادي ندوزو باش تكب الخليط اللي تحصلت عليه في المقله على هذه الطريقه اللي كتشوفوا معنا. كيف كتشوفوا بعد ما دات الخليط في المقله على هذه الطريقه، كتحاول يعني باش تجيها كاع الجوانب ديالها بحال كدوزها هكا كلها على المقله. ودابا راه غادي نديروها على النار مهيله يا البنات باش ما تحرق ليناش من التحت، حتى تطيب من التحت مزيان وتشد راسها عاد نقلبوها كيف ما كتشوفوا. راه يلا هدرناها حنايا على النار، والنار تكون ضروري تكون مهيله باش ما تحرق ليناش كيف ما قلت لكم، ونغطيوها هكا ونستناو عليها غير بشويه حتى تبدا كيف ما كتشوفوا. راه دابا بدات يعني كتشد راسها شويه من التحت كيف ما كتشوفوا على الجوانب، راه بدا كيدخلها الطياب يا البنات، والريحه جات روعه وعطات واحد الريحه مزيانه كيف ما كتشوفوا. بعد ما طابت من التحت راه قلبناها على الجهه اللي الفوقانيه، راه بدات كطيب يا البنات دابا وكتحمر غير على نار مهيله باش تجينا مزيانه وما تحرق ليناش من التحت. ها هي الحرشه ديالنا وجدات، اللي وجدتها لينا اختي الله يعطيها الصحه وتبارك الله عليها، جات ليها زوينه وبنينه بزاف كيف ما كتشوفوا، وخفيفه ورطبه بزاف. نتمنى تعجبكم وتجربوها يا البنات وتردوا عليا الخبار. المهم يعني هاد الحرشه هذه تنفع في وجبه الفطور ولا في العشيه، تقدر تقدموها مع القهوه ولا مع اتاي اللي عجبكم. المهم يا البنات دابا وصلنا لنهايه ديال الفيديو، نتمنى تابوناو عندي في القناه وتشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. ودابا يا البنات وصلنا لنهايه ديال لا فيديو، نتمنى يكون هاد الفيديو ديال اليوم عجبكم، وفي حفظ الله ورعايته الى فيديو قادم ان شاء الله. في امان الله وحفظه، مع السلامه.